هذه رسالة للعرب من مسلم خرج على الصف على المألوف ينقلب زوندارتيس براد رسالة من سوريا من بلاد الشام أمام الجبناء عاجز التعبير والكلام سندو بشار زيدوا الصف قولوا رأي السفاح بدم شعبه وفرشوله سوريا تستغيث ومستقبل مجهول شعب يموت ماذا عسايا نقول هذايا الغرب تتنقولها من هنا فليسقط بشار من سندش الجبناء أنا فلسطيني من قطاع غزة شبعتونا بالكلام تأتي وين العزة أنا فلسطيني من الضفة الغربية بنو صهيون قتلوني وقتلوا الأمل اللي فيا أنا أم فلسطينية ولادي مجاهدين ماتوا الكل ما بين إيديا أعمل مؤتمرات شبعتونا بالتنديد كل يوم جديد أحسب قداش من شهيد قداش من دم سال وقداش منه مبكت قداش من صغير ودحى بكري لحيات قداش من دار تهدمت اشبعنا صواريخ برشا عرب جبناء سجل يا تاريخ حكم العرب ايه تلكلكم عملتوا العار سندتوهم وبنيتوا بينا وبيكم جدار لو جوع الامن والامان اخواتنا في فلسطين كل يوم قاعدة تتهان بيع النفط لاسرائيل زيد ابني عمارات كلامي للسعودية الكويت قطر وبالامارات كلامي موجه لمصر وللناس اللي خذوني مش اسرائيل قتلتني بس كاتكم زدتوا قتلتوني رسالتي تمشي ديريكت مول السعودية الآل سعود والعائلة المالكية بفلوس النفط نصبتوا رواحكم ملوك شعب سريع الاشتعال في لحظة يطيروك خادم الحرمين هاتي خادم أمريكا تيمار يونات حاطينو كل انتيكة عبيتو كروشكم اكثر من لازم شبعانين مش لازم صوماليين اذوك ما يموتوا جيعانين من الاخر حكم قايم على الانتهاز نتحداك تقولي فين تمشي فلوس الحجاج رسالة من المغرب وينو الظلم ما يوفش برشا بلا وعي خاطر هوني زطلة بلاش شعب مخدر والملك فوق الجميع هو يخطط والشعب يسقط يطيع علم برشا ناس فل علمهم بوسن لدين خلاهم يقدسوه ونساهم في الدين حدك حد ثم نحنا ما نقدسوش ملوك قدسوا رب العزة يجلنا نفهموك مغربي يبقى حر اجدادي كاصر جيال اجدادي كاصي في مسلم المغرب الصح في الحق يجمي تسلم رسالة من مصر بلاد الفراعنة بلادنا طاحت في التقسيم بعد الانتفاضة عشنا مختلفين عنا بلاد وحدة مصرية اليوم يشعلوا في النار يحبوها حرب أهلية أعمل انقلاب على الحكم سيل الدم عادي مصري موت الكرسي هو الأهم قلتلك مستقل عمري ما كنت إخوان أنا ما نرضاش مسلم يموت خاطر ما زلت إنسان زيد صدق الإعلام كمل صدق لا كذيب ما اسموش السيسي في البطاقة اسمه ذيب رسالة من تونس رسالة من بلادي هوني مستقبل ضبابي صاي الشعب ينادي حكومة تشبت ليها معارضة تشبت ليها شعب ضايع في الوسط الزبالي ما على باله بيكو بيها في تونس عنا نخبة كيما ألفة يوسف راجب بن سلامة اي جدتش عليكم ديجا فرحت بيكم في المقال جوباري ليلى الحجامة برشا تحكم فيهم الميديا برشا هوني مع الواقف من الاخر نعيش مستقل لا نوافق لا نافق الجال كتقدم ما توخرش المواقف تتبدل المبادئ ما تتغيرش